هسه الان ما اريد اذكر المناطق، وصول الناصريه وعندنا بالسماوه كل محافظاتنا الجنوبيه مدينه السماوه المشكله. اي مدينه السماوه المشكله يعني الى سنه 2020 مدينه السماوه سنتر المدينه يشربون بالماء الدنكر، علما هناك مشروع محال، مشروع عملاق ولكن معطل لاسباب واهيه لا تصمد امام الحاجه الملحه للمواطنين وامام يعني اصل المشروع. بالتالي لما ارسلنا على مدير المشروع والشركه المنفذه نعم والجهه القطاعيه شنو السبب طلع؟ اسباب واهيه حليناها، اسباب واهيه يعني موضوع عماله، موافقه وزاره العمل، قضيه تخصيصات، الجانب المالي، موضوع نعم. ذرعه، وكل هالمسائل تحل اذا اكو اراده حقيقيه تحل. نعم. قصدي بشكل عام النقاط ذن المؤشرات الثلاثه، ما يتعلق اولا بضعف التخطيط، هذا جانب. الجانب الثاني كذلك ايضا ضعف التخصيصات الماليه باعتبار خلال هذه الفتره، تعرف الان موازنات العراق اغلبها تحولت الى موازنات استثماريه. تمام. والنقطه المرهقه اذا صح التعبير والتي اثرت بشكل كبير جدا هي مسألة الفساد ومنافذ الفساد الذي يروج له. هذا في